عودا على بدء الشيخ صالح، في حلقة مضت كان حديثنا حول المفاضلة بين الأعمال. هذه الأسئلة أيضا تثار حول هذا الموضوع، ألا ترشحون كاتبا معينا؟ ألا تعيدون المستمعين بأن تتفرغوا لمثل هذا العمل وبيان المفاضلة بين كثير من الأعمال حتى يختار المسلم ما هو أفضل ويدع ما هو مفضولا إلى وقت أوسع؟ هذا قلنا إنه يختلف اختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، ولا ينضبط بضابط عام، وإنما هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص والظروف. فقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحيان لسبب من الأسباب، ولذلك لا يمكن وضع كتاب ضابط لهذه الأمور، وإنما توضع قواعد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعيدون المستمعين بشيء من هذا الشخص هذا؟ لعله يحصل إن شاء الله. اللهم أو نجد كتابا في هذا إن شاء الله. اللهم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.